أثنى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، رئيس اللجنة المنظمة العليا لأسبوع بريف الدولي للقتال على جهود الأندية الرياضية الخاصة بفنون القتال المختلطة. جاء ذلك خلال زيارة سموه لعدد من الأندية بحضور رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة السيد كارت براون ورئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة العقيد خالد عبد العزيز الخياط والسيد محمد شاهد الرئيس التنفيذي لمنظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة. وسيقام الحدث الأسبوع المقبل ويتخلله بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة. وأشاد سموه بدور الأندية في تطوير رياضة فنون القتال المختلطة وزيادة شعبيتها، وتعرف سموه على خطة الأندية في تطوير اللعبة واستقطاب المقاتلين، وأبدى إعجابه بجهود الأندية لأبراز هذه الرياضة، مبينا سموه أنها تجمع بين أكثر من مهارة وينبغي المقاتلين تطوير قدراتهم في جميع المهارات. وعبر سمو الشيخ خالد بن حمد عن امتنانه للأندية لما تقدمه من دعم للعبة ولاستضافة البطولة بشكل خاص وللرياضة بشكل عام، منوها سموه بجهودها في رفع اسم المملكة والسعي الدائم لتميزها في البطولات التي تقام على أرض البحرين.